بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله وبياك طالبة الصف الثالث متوسط في الوحدة الخامسة سموم قاتلة. بإذن الله سوف نتعرف على الهدف العام والشامل من دليل الوحدة الخامسة، وهو اكتساب اتجاهات وقيم متصلة بمجال السموم القاتلة. هنا لدينا المكونات. سوف نتعرف على الرسم الإملائي والرسم الكتابي والصنف اللغوي والأسلوب اللغوي والوظيفة النحوية. سوف نتعرف بإذن الله على نصوص الوحدة، وهو من يكافح المخدرات، الخمر رجس من عمل الشيطان، والعقار الدامي، وشباب ذوي المخدرات وتجربتي مع المخدرات، ونص المدخل وهو نص التدخين. فلننطلق يا جميلتي في مدخل الوحدة. بعد قراءتك للآيات الكريمة نقوم بالإجابة على السؤال الثاني والثالث. أشارك مجموعتي في تحديد الأرقام الآيات التي يمكن أن يوعظ بها متعاطي المخدرات أو مروجها. أحسنتي، آية 6، عفوا آية 36 و35 و37 و38 و39 و40. بارك الله فيك. ثم 1 و4. بارك الله فيك يا جميلتي. هنا أستخرج من آية 18-22 كل حرف عطف. أحسنتي، هي هنا في الآية الكريمة حرف الفاء، حرف الواو، ممتاز، حرف الفاء أيضا مرة أخرى، وحرف الفاء، ثم حرف الفاء، ثم أحسنتي. بإذن الله سوف نتعرف على العطف وما هي حروف العطف في دروس لاحقة بإذن الله. هنا لديك أتأمل الرسم الساخر الآتي، ثم أكتب تعليقا مناسبا يعالج مشكلة تعاطي المخدرات. هنا نشر الوعي. أحسنتي، نشر الوعي بخطورة تأثير المخدرات وشدة، أحسنتي، وشدة حرمتها وتجنب، ممتاز، وتجنب مجالسة رفقاء السوء. أحسنتي، عندما ننشر الوعي ونعرف مدى حكمها ونتجنب مجالسة رفقاء السوء يقلل من انتشار تلك الظاهرة. بارك الله فيك يا جميلتي. هنا أكتب تعليقا يناسب الرسم الساخر مبتدئا بما أسوأ أن. أحسنتي، ما أسوأ أن يحرق الإنسان، يحرق الإنسان أمواله في تضييع أغلى ما يملك، إنه العقل الذي كرمه الله به، ممتاز، وميزه عن سائر الدواب. بارك الله فيك يا صغيرتي. فلننتقل إلى السؤال الثالث. بعد مشاهدتك لمقطع فيديو يتحدث عن المخدرات بالتعاون مع أفراد مجموعتي، أنتج فيلم يحذر من السموم كالتدخين والمخدرات. هنا ماذا نقول؟ هيا جميلتي، ماذا نقول؟ أحسنتي، نذكر نذكر ونقول إن تعاطي المخدرات يؤدي إلى مشكلة صحية أو مشكلة اجتماعية،
ويؤدي للإصابات والعنف وحوادث السيارة، ولها أضرار مادية ومعنوية، وأن الفرد الذي يتعاطي مخدرات يصبح عالة على أسرته ومجتمعه ويدفعه إلى الانتحار. بارك الله فيك يا جميلتي. ننتقل الآن إلى نص المدخل. اقرأي الأبيات قراءة صامتة. أحسنتي، بعد قراءتك للأبيات كيف يرى الشاعر بداية المدخن وماذا يتوقع منه؟ يرى، ممتاز، يرى أنه أن عفوا يرى أن سبب البداية في التدخين هو الزهو والكبر والفخر. وما هي النهاية يا جميلتي؟ النهاية لا يستطيع الفكاك منه. أحسنتي، لا يستطيع الفكاك منه. أحسنتي، فيظل يضر بصاحبه ويضعفه. بارك الله فيك. هنا المطلوب هو رسم البيت. أحسنتي، البيت الخامس، فاتبع بالصنيعة صنيعة قوم إن لم يحسنوا للنفس زجرا. هنا أحاكي رسم الأبيات، نعيد كتابة البيت الخامس. الخامس صفحة 107. أحاول أن أتعرف على الحرف الزائد الذي كتب ولم ينطق في قول الشاعر إذ لم يحسن للنفس زجرا. حرف الألف، ممتاز، حرف الألف. هنا أورد مثالا لكلمة فيها حرف لا ينطق. أحسنتي، هذا، لكن، والرحمة، ممتاز يا جميلتي. فلننتقل إذن إلى الصفحة التي تليها. هنا أبدي رأيي شفهيا، أبدي شفهيا وجهة نظري حول العلاقة بين الأوقات المهدرة وتعاطي السموم. هنا نقول يا جميلتي، المخدرات تفقد الإنسان الإحساس بالبيئة المحيطة به وتعزله عن واقعه وتضيع أيامه تائها في عالم الخيالات المريضة والأوهام، فما أشد تضييعه للوقت. بارك الله فيك. فلننتقل يا جميلتي إلى الصفحة التي تليها. هنا أرسم الموصوفات الآتية. آلة يستخدمها النجار لنشر الأخشاب. هنا نقوم برسم المنشار. آلة يستخدمها متخصصو المختبر للفحص عينات لا ترى بالعين المجردة، المجهر، نرسمه هنا. آلة يستخدمها الحداد للطرق على الحديد، المطرقة. بارك الله فيك يا جميلتي. بإذن الله سوف نتعرف في حصص قادمة على اسم الآلة وما هي أوزانها. الآن لديك مشروع الوحدة الخامسة، سموم قاتلة. هو اختيار إحدى المواضيع الخمسة، ثم تحديد المصادر، ثم جمع المعلومات، ثم إعادة صياغة المعلومات، ثم كتابة الموضوع في شكل النهائي. هنا لديك مشروع الوحدة، تكليف، بحث. وبذلك انتهينا من الدرس الأول في الوحدة الخامسة. ألقاك بإذن الله في درس قادم. استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه.